اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من سلسله الحرب الفلسطينيه الاسرائيليه، والنهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن اخر التطورات اللي حاصله في الحرب. وهنبدا كلامنا في حلقه النهارده عن السياسات والاوضاع الاقليميه اللي حصلت اثناء او قبل الهجوم بفتره قصيره. واهم الاوضاع دي ان كان في مفاوضات بين الكيان الصهيوني وبين المملكه العربيه السعوديه للتطبيع، وقال ولي العهد الامير محمد بن سلمان ان التطبيع اصبح حقيقي بين المملكه العربيه السعوديه وبين الكيان الصهيوني لاول مره. وصرحت وزاره الخارجيه السعوديه في اكتر من مره ان الاحتلال المستمر لقطاع غزه من قبل الكيان الصهيوني هيؤدي لمزيد من العنف في القريب العاجل. وهنبدا نتكلم عن السياق التاريخي، ومن اهم الاحداث اللي حصلت في السياق التاريخي ان عقب الانتفاضه الفلسطينيه الثانيه اللي حصلت في 2005 قام الكيان الصهيوني او ما يعرف بدوله اسرائيل بسحب كل مواطنيها من قطاع غزه وفرضت حصار شديد جدا على القطاع. وفي سنه 2006 فازت حركه حماس بالانتخابات التشريعيه الفلسطينيه، واللي بعديها على طول حصل صراع على السلطه بين حركه حماس وبين حركه فتح، وانتهى الصراع ده بان حركه حماس سيطرت على القطاع سنه 2007. وبعد 2007 حصلت عمليات عسكريه كتير جدا على القطاع، منها الحرب على قطاع غزه من سنه 2008 لسنه 2009، والحرب على قطاع غزه سنه 2012، والحرب على قطاع غزه سنه 2014. اما بالنسبه لرد حركه حماس على الاستفزازات والهجمات الاسرائيليه، فده كان من خلال ان حركه حماس حفرت انفاق تحت الجدار الحدودي اللي بينها وبين اسرائيل، وحركه حماس شنت هجمات منتظمه على الخلايا وعلى القواعد العسكريه الموجوده في غلاف غزه في السنوات اللي هي 2008 2009 2012 2014. وفي نفس الوقت اطلقت حركه حماس صواريخ من خلال كتائب القسام اللي هي بيسموها صواريخ كتائب عز الدين القسام، اطلقتها من جوه قطاع غزه على اسرائيل مباشره. ومن ضمن الشواهد على الصواريخ اللي اطلقتها كتائب عز الدين القسام الصواريخ العديده والصواريخ اللي كان مداها قصير واللي قصفتها كتائب عز الدين القسام في اشتباكات حي الشيخ جراح اللي حصلت بين كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركه حماس وبين الجيش الاسرائيلي سنه 2021. وطبعا الاشتباكات دي مع القصف المتزايد من قوات الاحتلال الاسرائيلي اتسببت في ان عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع بشكل مبالغ فيه جدا. وطبعا لما لاحظ الكيان الصهيوني ان الهجمات دي زادت جدا عن حدها، لاحظ ان ممكن التحكم في الهجمات دي او التقليل منها على قدر الامكان من خلال ان هو يستخدم نوع من انظمه الدفاع الجوي وهو نظام القبه الحديديه، ده اللي بيستهدف الصواريخ وقت اطلاقها مع استخدام طبعا الرادار الجوي، وطبعا استخدام الهجمات المستهدفه اللي بيتم شنها على حركه حماس، وطبعا كل الهجمات اللي بيشنها الجيش الاسرائيلي على حركه حماس وعلى كتاب عز الدين القسام كلها ملهاش اي فايده. وطبعا سبب عدم اهميه الهجمات اللي بيشنها الجيش الاسرائيلي ان كتائب عز الدين القسام معتمده على نظام حرب العصابات، وده دايما بيكلف العدو المهاجم خسائر اكتر من الخسائر اللي بتحصل للجنود المدافعين لانهم بيقاتلوا قتالات شوارع. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، وان شاء الله الحلقه الجايه اكمل كلامي معاكم عن سلسله الحرب الفلسطينيه الاسرائيليه، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكربشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.